احنا معانا واحد حبيبه كمان، محمد العقباوي حبيبي كابتن العقباوي، نجم نادي المقاولين العرب. طبعا هنشوف هيقول لك ايه ونرجع تاني نكمل كلامنا. ماشي. طبعا لو اتكلمت على رضا شحاته، يعني طبعا اكيد شهادته هتبقى مجروحه باننا دي ثالث سنه مشغلين مع بعض. اشتغلنا سنتين في الجونه وسنه يعني او نص موسم مع الداخليه، ولكن انا بتكلم بما يرضي الله، وفي شخصيه انا اتعاملت معاها وشخصيه انا بحبها جدا وبعتز بيها جدا. رضا شحاته مدرب كبير، مدرب يعني انا بعتبروش ان هو مدرب صغير، هو صغير في السن ولكن كبير في العقليه وفي الاداره. فنيا رضا شحاته يعني من هيبقى من افضل المدربين في العصور اللي جايه او في الوقت اللي جاي. انا بتنبأ له بمستقبل باهر ان شاء الله باذن الله، مدرب مصري بفكر وشخصية أوروبية، ومش في الحتة الفنية بس. يعني أنا أتكلم عن الحتة الفنية، طبعا الناس شافته وعرفته كويس جدا في الحتة الفنية، مدرب جريء بيخافش، بيتعامل مع المباريات كلها سواء فرق كبيرة أو فرق صغيرة بنفس السيستم ونفس الأداء، بيحب يلعب كرة كويسة جدا، والناس شافته وحللته فنيا. ولكن بضيف على كده ان الناس ما تعرفوش عن رضا شحاته ان هو كمان اداريا شاطر جدا، التزام، يحب الالتزام جدا. فانا ليه بقول شخصيه او مدرب مصري بشخصيه اوروبيه؟ لان المدربين الاجانب عامه بيهتموا جدا بكل التفاصيل،